إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء حتى مطيوك لليباب المقفري حتى مطيوك لليباب المقفري فانزل بسامراء نبكي العسكري يلا بالوصول نبكي إماما أذهل الأملاك في ملكوتها ودها الهدى ودها الندى بتصبر حطم الحطيم مصابه وله الهدى بالنوح يعلن مشعرا بالمشعر نبكي فتى أبكى البتولة فاطما وأذاب أحشاء الرسول وحيدري شاعر آخر يقول قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى آيايا بزوراء العراق وسامراء يا عيني يا عيني اليوم هل الدمع بالدم ويلي عين اليوم هل الدمع يا عبل دم على اللي على اللي فطر وجبد من السم ويالي على اللي فطر وشبدا يا من السام وينك يا داحي البايا يا ملجي السفينة ابنك بسامراء يا حادر سامنا فوق الفرش مطرح يا ومن الليان مصفر يما ابن الحجة ودموع تحدر يقول لي يا ابويا يا من المرايض لونك تغير ومن زاد حزنه يجذب الولى خفية الإمام ماذا ينادي نقعد يا هادي الأم
ابنك وعاين حال من على فراش مرمي والسم غير حال يبكي ويا وين وينادي يا جدنا هضموني قوم الأعادي يا جد باسمهم هم كتلوني نقعد يا هادي الأمة إلى ابنك وعاين حال إنا لله وإنا إليه راجعون وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعلى ظالمي آل بيت محمد على ظالميهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دور الأئمة عليهم السلام عامة والإمام العسكري عليه السلام خاصة في حياة هذه الأمة. الدور الفكري والدور الاجتماعي والدور السياسي في حياة هذه الأمة، كل الأدوار اللهو التي من شأنها أن تتقوم بها حياة أمة المصطفى صلى الله عليه وآله. بداية، لا يمكن أن تترك الأمة من غير قيادة تأخذ بيدها. قاعدة اللطف هذه لا يمكن أن تتوقف، يعني ما ممكن يقبض النبي وتترك الأمة هكذا. لا يمكن أن يقبض النبي وتترك الأمة من غير من يقوم بشؤونها، ممن يحمل صفات تتفق مع تتشابه مع صفات النبي. ما ممكن من بعد ذلك تلك التضحيات، من بعد اللي هو كل ما قدمه النبي، لا يمكن أن يوكل الأمر إلى جهة لا يمكن أن تعطي ما كان يعطي النبي. اليوم الواحد من عندنا كفرد محدود التفكير، لو مثلا عنده شخصية قيادية، لو عنده شخصية قيادية، أعطيك مثال، لو واحد عنده مسؤول ملم بكل اللي هو مجريات العمل، لو هذا المسؤول مثلا يعرفه خلاص راح يتقاعد، لابد يكون يحتاج، هذا للتقريب يعني، لابد يكون يحتاج إلى شخصية قيادية فيها قدرة، شنو فيها قدرة القيادة كما كانت لمن خلاص يعني سترحل من هذا المنصب. ما ممكن الناس تعيب على الإنسان هذا لو يجيب لإنسان أقل مستوى أو غير ملم، يقولون له هذا ترى نقص في التفكير والتدبير، انت ما ممكن تأتي بإنسان لا يمكن أن يدير هذه المؤسسة. وهي شنو يعني مؤسسة، ما بالك بأمة، بأمة ها تعدادها
ملايين من والمفترض للبشرية كلها يعني رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وآله ومهمة النبي هداية البشرية كلها مو بس المسلمين. ملتفت؟ يعني ما ممكن هذا إلى صاحب التفكير المحدود عقله يقول له جيب لك شخصية قيادية تتميز بنفس المواصفات. غريب ممن يجيز على الله. ملتفت له المعنى؟ غريب ممن يجيز على الله أن يترك الأمة من بعد نبيه إلى قيادة يعني لا يمكن أن تعطي ما كان يعطي النبي. لو واحد إنسان يسويها نقول له أنت تدبيرك مو صحيح. شلون يجيز على الله البعض يعني أن يرحل النبي ويترك هذا المكان للناس والناس متى تستطيع أن تختار قيادة فيها كل المواصفات؟ ما يعلم بهذا إلا من؟ إلا الله عز وجل. هو الذي يختار ما كان فيه شنو. ولهذا يعني هذه النقطة التي نختلف فيها مع البعض أننا نقول أن الإمام بتعيين من الله كما أن الأنبياء يصطفي من عباده أنبياء رسل كذلك الآية ايش تقول هنا إن أرسلناك رحمة للعالمين بعد إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بشنو بإذنه. بإذنه يعني بتوجيه من وين؟ من الله بإذن الله. الأئمة هنا أيضا نفس الموضوع ترى وجعلنا منهم أئمة يهدون بشنو بأمرنا. هناك بإذنه وهنا بأمرنا. بأمرنا يعني موكل من الله. إني جاعلك للناس إماما إني جاعلك. مثل ما الله يصطفي من عباده أنبياء يصطفي أيضا من عباده أوصياء أئمة مهمتهم أن يقوموا بنفس الدور الذي يقوم به شنو. ولهذا الحاكم في مستدرك من حفاظ السنة الحاكم لما نزلت الآية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وضع النبي يده على صدر علي. الحاكم في مستدرك ينقلها يقول وضع النبي يده على صدر علي وقال أنا المنذر وأنت الهاد. أنا المنذر وأنت الهادي يعني أنت من بعدي من يقوم مقامي. ولهذا شو يقول للنبي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه شنو ما استثنى للنبوة لأن النبوة ختمت بمن. هذا ماكو خلاف عليه لأنها ختمت بالنبي استثناها النبي فقط لأنه النبي الخاتم ولهذا استثنى النبي بس النبوة ترى. إلا أنه واللفظ والرواية واردة بلفظين مثل ما ينقلها نور الله القاضي نور الله التستري في إحقاق الحق وإزهاق الباطل يقول الرواية واردة إني أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. اللفظ الثاني إلا أنه لا نبي بعدي. لا نبوة أو لا نبي أخر نفس الشيء ما يختلف أبدا. على كل حال والرواية ترى مو واردة بس بطرقنا. القاضي رحمة الله تعالى عليه في إحقاق الحق يروي رواية بطريق معاوية ورواية بطريق عمر بن الخطاب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة أو لا نبي بعدي. والفرق في اللفظ هنا يعني اللي عن معاوية لفظ واللي عن عمر بن الخطاب لفظ. واختار لك الأسماء من أجل يتبين لك ترى مثل هالروايات مو بس إحنا اللي نقلناها ترى بالعكس ترى كثير من الصحابة نقلوا روايات وسمعوها بأذنهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله. إذن مهمة الإمام عليه السلام نفس مهمة النبي. مو بكرة لا يكون حجة للناس على ما يكون حجة للناس على الله. بكرة لا الواحد مثلا من الناس يجي يقول يا رب أنت ما تركت لي حجة أولئك كان رسول الله بينهم. الله يعني ايش بيقولون للإنسان هو عندك القرآن
القرآن بعد لا يعلم تأويله إلا من يحتاج إلى من يعلم تأويله. عندك الرسالة بيقول بعد العبد يوم القيامة إلى رب العالمين الرسالة إلهي ومن الذي يحفظها ويبلغها. الرسالة لابد يكون واحد ملم بكل الرسالة ويبلغها بأمانة، مو واحد يوقف ويقول وأنا ماكو فيها. ترى ارجع إلى كتاب النص والاجتهاد للسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، وارجع إلى كتاب نظرية الخليفتين للشيخ نجاح الطائي، وارجع إلى كتاب نظرية عثمان بن عفان للشيخ نجاح الطائي، ارجع إلى الكتاب اللي هو كشف المتواري عن صحيح البخاري، وارجع إلى كتاب صحيح مسلم بين القداسة والمصداقية، ارجع لها المصادر وطالع شلون هناك، ارجع إلى كتاب جذور الانحراف للشيخ حسين المعتوق، شوف شلون هناك ممارسات لا تتفق مع روح الرسالة. ولكن اقرأ علي بن أبي طالب في فكري من يخالفه، اقرأ فكر علي بن أبي طالب عند من يخالف علي بن أبي طالب. ولهذا ترى كثير من المفكرين لما يستبصرون ليش البعض شن عليهم حملة، يقول أنا ما أقدر إلا أستبصر. كثير من المستبصرين اليوم يقول أنا ما عندي مجال، يستبصر بقوة. ليش؟ شيخ عصام العماد تعرفونه، هذا اللي يقول أنا كنت شديد الوطأ على شيعة أهل البيت، لكن لما أن قرأت كشف إلي الحقيقة، الآن أنا عمري كله أوهب للدفاع عن مذهب أهل البيت. ليش؟ عبالك هذا واحد عاطينا $100 قالوا له قصر شي وطول شي وروح؟ لا هذا مو $100 مخلتنا يحكي، هذا عنده دكتوراه، هذا دكتور جامعي، هذا يا عزيزي مو واحد يعني بأفريقيا جوعان مسكين ومستغلين ظرفه، لا هذا إنسان لكن الآن بكل قوة. أحمد حسين يعقوب أردني حقوقي، محامي أردني، يعني عنده وظيفة، عنده منزلة اجتماعية مرموقة، عنده يتخلى عن كل هذا ويركب سفينة أهل البيت رغم من يناصبه العدا. ليش؟ ذولا مو من فراغ حبيبي، ترى مو من فراغ، لأن ذولا وجدوا الحقيقة التي لا يعذرون إلا باعتناقها بين يدي الله يوم القيامة. خل هذا وذاك بعصرنا، عبالك أنت المعتمد العباسي عبالك ما يدري؟ لا يدري. التفت لها القضية، لما أن انقطع الغيث عن الناس فخرج من يسمى بإمام المسلمين، على كيف البعض يتفنن إمام المسلمين ولاة أمور المسلمين، وعلى كيف يتفنن على راحته، المهم أن هذاك يتونس يعطونه هاله، يعطونه يخلونه برواز مقدس، وممنوع تحكي له وممنوع تناقشه وممنوع تطلع عليه وممنوع ممنوع حتى تتظاهر بعد، حتى تتظاهر ممنوع، اسكت لما عزرائيل ياخذ روحه، والله انت ما تفتك، تسكت عنه لي عزرائيل يجي وياخذه، ولا انت ممنوع عليك. نعم، على كل حال موجود، ارجع الى الفتاوى هاي هالايام صادره، الفتاوى اسمعها اكو موجود ترى بالصوت والصوره، شوف الفتاوى التي نعم تحرم حتى الانتقاد ممنوع، جريمه الانتقاد، ترى جريمة الانتقاد. على كل حال أصيب الناس بانقطاع الغيث فخرج يصلي بالناس صلاة الاستسقاء، طلع اللي يحبون خشمه واللي يحب يده واللي ما أدري شنو، وكلهم متملقة ومتزلفة، كلهم على قولتنا جنبازية، كلهم يريدون الخردة، ما عليك من الحكي كله، والله حقيقة ترى هذول كلهم والله لو هذا طار يلعنون أبو أسلافه ومجدون اللي يجي من بعده، وهكذا ترى هكذا مصالح مو أكثر. على كل حال فأخذ يصلي صلاة الاستسقاء،
إذا بالسماء شوية غيم بعد طار بعد الغيم، ولو شوية غيم بالسماء بعد هم ولا بعد راح. على كل حال فأخذ يصلي يدعو ويدعو ويدعو أبدا. أكو الجاثليق زعيم النصارى موجود، قال أنا بدعو أنا بدعو، تقدم ورفع كفه نحو السماء هكذا، وإذا تلبدت السماء بالغيوم وهطل المطر على رؤوس الناس. هذا نصراني زين. الناس الآن أخذت تسأل يعني غريب، هذا اللي نقول له أمير ونقول له يا خليفة النبي، واللي يحب خشمه واللي يحب بيده واللي يظهر للطاعة. أثاري طلع ترى، وهذا نصراني بس يرفع كفه للسماء يتساقط المطر على رؤوس الناس. كاد الناس أن يتحولون إلى دين النصارى ترى. إيه لأنا شايفين أمام عيونهم ذاك اللي ليل ونهار مجد فيه، مجد فيه ونرفع صوره في كل مكان. عفوا اشتباه صار ما ماكو صور ذاك الأيام. على كل حال معذرة. فهذا اللي مجد فيه وهذا اللي نافخينه وهذا اللي عاطينا القاب وهذا لما نشفت رياقة قطرة مطر ما نزلت، وهذا نصراني بس يرفع كفه للسماء المطر على رؤوسنا. شنو القضية يعني؟ احنا مخدوعين لولا فكرهم يعني؟ كاد الناس ان يكونون نصارى. قال جيبوا العلماء وخبرك عاد اذا جابوا وجابوا منهم اللي يسمونهم وعاضل رحم الله والديك وعاض السلاطين، هذولا مال خط سمسم حط بيه تعبي كريديت يعطيك خدمة، ما تعبي كريديت ماكو خدمة. هذا مشكلة هالشكل. مع الأسف لما يكون إنسان بس هم مصالحه، يشوف البلاد تغرق، يشوف العباد تغرق، يشوف الأعراض تهتك، يشوف الدماء تسفك، يشوف كل هالتجاوزات، يشوف بيوت الله تهدم، حتى هو أبدا 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 بل يبارك هالأعمال. مع الأسف الشديد بل يبارك هالأعمال، بل يا عزيزي يحرض على كل بكل حجة تافهة ومتناسي بيوت لله عز وجل. قل أنت مسلم بغض النظر عن اختلافك أنت بالمذهب، لكن يبقى هذا بيت من بيوت الله. يعني بغض النظر تختلف وياي خوه، اختلف وياي بس بيت من بيوت الله، هذا مسجد، هذا مكان ذكر فيه المولى عز وجل. احشي عاد، ما نقول لك سب، ما نرضى لا السب ولا تشتم، قول كلمة عاد، قول ترى حرام بيوت الله هذه. ساكت ما يعرفها بيوت الله، تاريخ يعرفها، مسجد عمره أكثر من 400 سنة. بعد بتكذبها لوادم بتقول روافض وقاعدين يكذبون التاريخ. إنزين تكون تاريخ، أكو كتب مطبوعة من مئات السنين، مخطوطة من مئات السنين تشهد، أكو وثائق موجودة، أكو متاحف أوروبا موجود فيها شواهد. كل هذا ما مال عيونك. على كل حال جي أبي اللي يسمونه معاذ السلاطين، فقهاء البلاط، هذولا اللي تعطيه يحكي، هذولا اللي مثل دكان مفصل يعطيه المقاسات ويفصل لك على مقاسك. مع الأسف الشديد، وهذولا بلاء الأمة، مع الأسف هذولا بلاء الناس. هذولا نقول لهم اتقوا الله عز وجل وتذكروا وقوفكم بين يدي الله. وانت يا من يعني تسمي نفسك من أهل العلم أو من أهل الفتية أو الفتوى أو أنت عذابك عند الله أشد وأشد أشد وأشد، لأنك أنت نعم موضع قدوة الناس. العالم كالسفينة إذا غرقت غرق من؟ جيء بأولئك
ما عندهم جواب، ذولا مو مال هالمواضيع، هذولا مال مليان جيوب وكل واحد بطنه كرشة مليان، وهذولا مال هالسوالف خو مو مال مثل هالأمور هذه، ما وجدوا جوابا. التفت هنا مكان الشاهد، قالوا هاي القضية مالها إلا منو؟ الحسن بن علي العسكري عليهما السلام. وتدري الإمام بهالحادثة كان في وين؟ في السجن. وما يدرون ما تنحل هالقضايا إلا إذا أخرجوا الإمام، والقضايا ما راح تنحل إلا إذا طلع صاحب العصر. وأيامنا هذه بعد ما راح تنحل القضايا هذه، ما راح يكون هناك طريق لحل حقيقي إلا بوجود منه، إلا إذا خرج أولئك الشرفاء الذين وراء القضبان. هذا واقع، وإن كان البعض يريد أن ها؟ لا لا، نقول له ما راح يكون إلا بوجودهم، إلا بوجودهم، ولا يمكن إلا مع وجودهم. وراح والأيام جاية راح هذا يصير، يعني ترى ماكو غيره، ترى ماكو غير إلا بالإفراج عن هؤلاء، هم الذين يصنعون الحل. أما الإنسان المصلحتي على قولتنا هذا لا ترتجي من وراء حل، هذا ما يهمه بلاد ولا عباد ولا يهمه، هذا ما يهمه، هذا يهمه شنو؟ هذا بس ترى يهمه مصلحته ومصلحة فئته فقط، هذا ما يهمه بلاد وعباد، هذا يهمه مصلحته ومصلحة فئته. هذا يصرخ لك منا ومناك بس من أجل مصالحة ولن يكون. عموما قالوا ما لها إلا ابن رسول الله، قالوا أنتوا ساجنين رغما عن أنفه، رغما عن أنفه قال اخرجوه، لأنه يعرف مفتاح الحل عند منه، بيده هو عنده مفتاح الحل. حاول يهمشه، حاول يقصي، حاول يغيبه، سجنه من سجن لسجن، ضيق عليه عباله بيقدر يوجد واقع يرغم الناس على أن تعيشه. ما ممكن تعيش الناس واقع معوج. اسمع يا ظالم، اسمع يا فلان، ما ممكن تعيش الناس واقع غير صحيح. الخطأ ما ممكن أن يفرض كواقع، لأن الخطأ الاعوجاج يبقى شنو؟ اعوجاج، والخطأ يبقى خطأ. ما ممكن أنت، ما ممكن أن يكون يركع الناس ويعيشون واقع غير صحيح، ما ممكن، ما تستقيم الحياة. طلعوا جيء بالإمام وخلي اسمع العالم، شوف شوف شيم أهل البيت شلون. الإمام ما قال أنتوا معذبيني وأنتوا من سجن لسجن وأنا خلكم ما أحل قضايا ولا أبدا، ما قال خل ذولاك اللي صارخون بكل مكان خلهم الآن يحلوا أبدا، اللي قلبه على البلاد والعباد ما عندها الحجاية، إي والله يعض على جرحه ويمد يده لإيجاد حل ينقذ الجميع ويورث الخير للجميع. والله هذه شيء منه، خلي يسمع الدنيا، ترى كلنا هكذا فكرنا، ماكو واحد عنده عداوة شخصية ويا حد، ولا واحد يطالب ترى بحقوق لفئة دون فئة، الجميع يطالب بحقوق للناس، كل الناس بغض النظر عن مذاهبهم، يعني على قاعدة المواطنة، كل مواطن من حقه يعيش عزيز وكريم، سني لو شيعي عاد لو بنيان لو لوش ما يكون مواطن إلى حقوقه، على شنو؟ ما حد يعامل الناس على انتماءاتهم. وهكذا هم أهل البيت. الإمام ما قال أنا ما أطلع وخلهم الآن بهالورطة، لما راحوا له قالوا له ادرك دين جدك، خرج الإمام سلام الله عليه، الناس قاعدة تنتظر، فجيء بالإمام عليه السلام فقال الإمام يا أخا النصارى تقدم وادعو. الآن بعد ما يقدر يقول أنا خلاص ما أدعو أمام الأمر الواقع، فتقدم الجاثليق فتح كفه هكذا، هذه ينقل الشيخ عبد الوهاب الكاشي رحمة الله عليه، فتح كفه هكذا ليدعو، فقبض الإمام على يده ونزع ما فيها، وقيل قال لأحدهم قبض على يده ونزع ما فيها، نزع ما في يده، نزعوا اللي بيده. الإمام قال ادعوا الآن،
قام لك يدعو 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 يدعو. نشفت رياقه باح صوته ابدا. الناس تطالع وين اللي قبل شويه انت بس فتحت يدك نحو السماء هطل المطر، الان ماكو، الان السماء اصبحت صاحيه صاير. يعني الناس اشرأبت اعناقها تريد الجواب من الامام، وذولاك وذولاك مال المصالح، ذولاك اللي بس زي اهل العلم عليهم مو اكثر، بس اما قلوبهم على كل حال يطالعون كل واحد قلقم حجر على كل حال. وبدل ما يعترفون بالفضل للامام يزدادون بغضا وحنقا وحقدا على الامام على كل حال. الناس اشرأبت اعناقها تريد تعرف القضيه، قالوا له أخبرنا يا ابن رسول الله صاير. قال هذا الجاثليق يحمل بيده رفات أحد الأنبياء، وقيل عظم لأحد الأنبياء، وما عرض على السماء إلا وهطلت بالمطر. المطر اللي سقط هطل على رؤوسكم لا لكرامة له ولا لأن دينه هو الدين الحق، لأن إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام، كما قال الله الدين عند الله الإسلام مو غيره. ترى إذن لما هطل المطر مو كرامة إلى هو ترى، وإنما كرامة لما في يده. الآن نزعنا ما في يده، خلى عاد يبين مراجله، خلى يبين إيمانه، خلى يدعو الآن. فانكشف الأمر وعاد الناس إلى دين الإسلام ببركة ما لكن شلون جازوا الإمام؟ سألك تعرف كرامات الإمام مو واحدة مو ثنتين، كرامات نحرير بعد ما خلوه بسجن صالح بن وصيف وسجن علي بن أوتام. صالح بن وصيف عطوه أوامر عليا، أوامر عليا، أخو عبالك اللي مأذي الناس من تحاجي، قال والله أوامر عليا معود، أوامر عليا، هتكت الناس بأوامر عليا. ربك يقول ما يجوز تقولي أوامر عليا، مثل واحد يقول له معتقد يقول له بصلي ترى خلني أصلي، قال ما عندي أوامر أصلي. قال ما عندك أوامر أصلي، الله يقول لي أنا واجب علي أصلي، قالوا أنا ما عندي أوامر. قال الله يأمر وسيدك يأمر، أنت تمشي أوامر الله لو أوامر سيدك. قال ما عندي أمر أصلي، خلي يجيني أمر أسمح لك أصلي. يعني معطل أوامر رب العالمين كلها، مشي أوامر منه. هذا واقع، هذا حقيقة ترى، حقيقة، هذه حقيقة حقيقة ترى، ما عندي أمر أنت تصلي، أجيب ما عندك أمر بعد على كل حال. فجيء له أوامر عليا أن ضيق عليه سجنه أشد التضييق، شافوا لم يضيق على الإمام، عجيب خالف الأمر. يعني صالح بن وصيف جاء له، تعبيرنا اليوم جاء له وفد أمني، وفد أمني من بني العباس، ما أدري ضباط له شنو، المهم قالوا له لما لم تضيق عليك ما أمرناك؟ قال والله لقد أوكلت به اثنان من أشد الناس قساوة. أنا ترى جابوا اثنينهم أمام هذولا، قال ألم أقل لكما ضيق عليه؟ التفت يسألهم أمام ذولا اللي جايين إلى صالح بن وصيف مدير سجن ضابط سجن، قال اللي قال لهما ألم أأمركما بالتضييق عليه؟ قالا بلى. يريد يبرئ نفسه يعني، لما لم تفعلا إذن؟ قال ولما نفعل؟ هذولا كانوا أشد اثنين جلادين قسوة، هذولا معروفين بقسوتهم، لكن لما أوكلهم بالإمام العسكري طالع إيش صار القضية. لما لم تفعل؟ ليش ما ضيقتما عليه؟ قال ولما نفعل؟ ليش؟ عجيب أوامر عسكرية. قال والله ما دخلنا عليه إلا وجدناه إما قائما وإما صائما وإما ذاكرا لله وتاليا لكتابه، ووالله ما سمعنا منه كلمة تسيء إلينا ولا كلمة إساءة وجهها، رغم إساءتنا إلى بالبداية.
وما رمقنا. التفت حبيبي شوف المفارقة شلون، المفارقة شلون. المفترض يقولون السجين هو اللي يرهب ويخشى السجان، سجين مفروض هو اللي يرهب من السجان لأنه هو سجين يعني وراء القضبان. لكن في حالة الإمام بالعكس، الإمام عليه السلام أبدا يعني لا مهددهم لا كذا أبدا أبدا. شو يقولون؟ وما رمقنا بطرفه، يعني من ينظر إلنا بعيونه ترتعد فرائصنا هيبة منه. بماذا هذه الهيبة وهي الرهبة؟ يعني حامل لسيف الإمام تقو فراسة المؤمن فإنه يبصر بنور الله. ما بالك بالإمام المعصوم؟ هذول بشر. تفت حبيبي كرامة للإمام أيضا، هذول بشر مو؟ فنقل إلى سجن آخر، سجن واحد يسمونه نحرير، وكان شديد البغض والعداوة لأهل البيت. زوجته بالعكس تقول له يا هذا يا نحرير أنك لا تدري من الذي أودع بسجنك، أنت ما تدري بهذا الرجل عظمته وكرامته عند الله. قال والله لألقينه بين السباع الضارية. فاستأذن المعتمد في ذلك، تقول الرواية فأذن له، أذن له، فجيء بسباع ضارية قد جوعت ووضعت في دار، وأدخل الإمام عليها وكانوا يحسبون أنها ستمزقه إربا إربا. يقول نحرير بعد 3 أيام فتح الباب، نظر إلى الإمام وإذا به يرى تلك السباع الضارية تمرغ نواصيها بين يدي الإمام واقف للصلاة. فخشي الفتنة، مو ذولا دائما يريدون أن يطفئوا نور الله، ولكن يا أبا الله إلا أن يتم نوره ولو كرهه. على كل حال خشية أن تكون كرامة، وأن فدخل لإخراج الإمام فانقضت عليه السباع، مزقته إربا إربا، وخرج الإمام سالما بأبيه. هذا بعد مو بشرها، سبع من صفتي أو من شنو يعني من فطرته الافتراس، لكن بدلا من ذلك أخذت تمرغ نواصيها بين يدي الإمام عليه السلام. ما وجدوا بدا بعد، وهذا الأسلوب الدنيء. والإمام عليه السلام ترى عاش، يعني ترى إذا أنت اليوم تصاب بضيم ترى من قبلك إمامك حبيبها، سجن صالح، سجن علي بن أوتام، سجن صالح بن وصيف، سجن نحرير، من سجن إلى سجن، يعني مو جديدة على شيعته ترى. واليوم لما يضيق عليك في كل شيء، تدري الإمام العسكري شو تقول الرواية؟ مرة وإذا بأحد أصحابه أراد أن يكلمه فوضع الإمام يده على فمه إشارة إليه، يعني اسكت، خلي ايده على فمه يقول له اسكت، وبعدها اسر قال له يا هذا اتق الله في دمك ودمي، اننا في زمن سوء وفي مصر سوء، واذا رايتموني الى هالدرجه يقول له فلا تسلموا علي، حتى السلام لا تسلمون علي. ليش؟ لان اللي يسلم على الامام ترى معناته يتهم. ما أشبه ما أشبه اليوم بال يا سبحان الله. فمو غريبة حبيبي ترى، لا تستغرب، لأن كل الظالمين كل واحد نسخة للثانية ترى نفس الشيء. على كل حال فإذا شنو الطريق؟ فما وجدوا إلا التصفية الجسدية. شلون التصفية الجسدية؟ دس له سم في طعام بأبي وأمي. أيوا سيدا، أيوا إماما، أيوا مسموما، عندما أكل تجرع ذلك السم أحس بأن كبده تقطع إربا إربا. أيوا إماما،
أيها سيدا نص على ولديه عند خواص شيعته وعند احتضار الموت مد اليدين أسبل الرجلين قرأ سورة ياسين عرق جبينه سكن أنينه أغمض عينيه وأطبق فاه ثم فاضت روحه الطاهرة أله المناد وإمام أله المناد وسيدا أله المناد وغريبا شالوا الجنازة للقبر اشبول هاشم شالوا الجنازة للقبر اشبولها والكل منهم مدمع بالخد ساجب والكل ينادي شال سلطان الهواشم وضحت ديارة خالية من عقب عين شالوا الجنازة للقبر بقلب ملتاح والكل ينادي وين جدة حلو الأطباع في ويل جدة زاكية مكسرة الأضلاع لي في قبرها تون صباح وكل عشي واليوم يا زهرة ترى جدتك رزية ابنك يا فاطم سامنا ابن الداعية والتي يا زهرة بالصفايح مختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين أنا دهري رماني كل عزيز وكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وعظم علي لو نعلنا عي على حسين إلهي والسيدي ومولاي صل على محمد وآل محمد إلهي فك أسرانا فك أسرانا فك أسرانا شافي مرضانا شافي جرحانا رد مسافرينا جماعتي الحاضرين المؤسس احفظهم فردا فردا أهل الإيمان احفظهم أينما كانوا إلهي اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحرمة محمد وآله سرج الظلمة وبحرمة سورة الفاتحة إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والشهداء الأبرار ومن مات على ولاية الأئمة الأطهار إلى أرواحهم جميعا ندي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.